مشاهدينا متابعينا محبينا الكرام في كل مكان، هذه تحياتي محدثكم فارس عوض، اسعد بصحبتكم اليوم في التعليق على نهائي المونديال القطري، نهائي بطولة كأس العالم، والذي يقام هنا على ملعب لوسيل، والذي يبدو في حلة رائعة واجواء غير عادية تستقبل هذه المباراة التاريخية. الآمال عريضة، الطموحات كبيرة، التوقعات لا سقف لها، الكل الآن يحبس الأنفاس، نحن هنا نطمح لأن تكون تغطيتنا على قدر الحدث الكبير. البرتغال في مواجهة الأرجنتين، بطولة الأعصاب، وصلنا فيها إلى قمة حبس الأنفاس في نهاية بطولة كأس العالم. الكثير من الحماس هنا، الكثير من التفاصيل، الكل على أعصابه بدون شك. هذه هي مباراة كل شيء، وتلعب بالتأكيد على كل شيء اليوم. من يفوز اليوم سيكون بطلا قوميا في بلادها، مباراة تبحث عن أبطالها من الآن. كما تشاهدون على الشاشة تشكيلة منتخب البرتغال، في حراسة المرمى سيتواجد روي باتريسيو، جواو كانسيلو سيلعب رفقة غوريرو في مركزي الظهير، روبن نيفيز سيبدأ مع برونو فرنانديز في قلب الوسط، وفي الهجوم سيتواجد كريستيانو رونالدو. المنتخب الأرجنتيني يعتبر واحد من منتخبات ثلاثة نجحت في تحقيق كل البطولات المعترف بها من قبل الفيفا، رفقة المنتخب الفرنسي، وأيضا إلى جانب المنتخب البرازيلي. تظهر الآن على الشاشة كما هو واضح تشكيلة المنتخب الأرجنتيني، إيميليانو مارتينيز يشغل حراسة المرمى، نيكولاس أوتاميندي سيلعب بجوار كريستيان روميرو في خط الخلفي، أنخيل دي ماريا سيبدأ مع ميسي على الأطراف، وفي الأمام يلعب لوتارو مارتينيز. ويا له من ذهب، ويا له من ذهب، ويا له من فرحة، ويا له من تاريخ، ويا لها من ليلة من ذكرى.